بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم، معاكم أشرف رمضان. في الفيديو ده هكلمكم عن أنظمة التليفونات، وهي إحدى أنظمة التيار الخفيف. هنتكلم عن التليفون نتورك. إيه هي أنظمة التليفونات؟ إيه هي الأنظمة التقليدية القديمة؟ وإيه هي أنظمة الآي بي تليفون؟ هنبدأ نتعرف على أنواع مختلفة من التليفونات، هنشوف الأوتلت أو المخارج الخاصة بالتليفونات، هنتعرف على أنواع التليفون ست اللي هي عدة التليفون، هنشوف التي بي اللي هي التليفون بوكس، هنبدأ نشوف مصطلحات زي الآي دي إف. الآي دي إف معناها Intermediate Distribution Frame. Intermediate Distribution Frame الآي دي إف هتلاقيها دايما في المخططات آي دي إف. هنبدأ نشوف الـ MDF الـ Main Distribution Frame، تمام، اللي هي صندوق التجميع الرئيسي الخاص بالتليفونات. بعد كده هنبدأ نتعرف على السنترال الداخلي اللي احنا بنسميه بابكس. بابكس معناها Private Automatic Branch Exchange. Private Automatic Branch Exchange بابكس السنترال الداخلي، وايه هي مواصفاته، وهنبدأ نتعامل معاه ازاي. هنشوف انواع الكابلات المختلفة الموجودة في انظمة التليفون. هنبدأ نشوف انظمة التليفون تراديشنال القديمة الاول، ونبدأ ندخل بعد كده في الاي بي تليفون، ونعرف ايه هي مزايا الاي بي تليفون عن التراديشنال تليفون، وهنبدأ نتكلم ان ديتيلز على الفي او اي بي او الفويس اوفر انترنت بروتوكول، وهنبدأ نشوف كل الشركات المصنعة لأنظمة التليفون اللي موجودة في السوق. ده نتكلم إن شاء الله على التكنيكال سبيكس أو المواصفات الفنية لأنظمة التليفونات، وهنشوف جداول كميات لمشروع في نظام التليفونات، وكمان هنبدأ ندرس المخططات وإيه هي أسس التوزيع المتبعة، تمام، في المشاريع، وهنبدأ نشوف مشاريع عملية كتير إن شاء الله عن أنظمة التليفون نتورك. ويلا بينا على الشرح لفيديو أنظمة التليفونات أو التليفون نتورك.